لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، موعدنا اليوم مع أولى محاضرات اللغة العربية. سوف نتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة عن أول دروس النحو، وهو اسم الفاعل. عندنا يا جماعة المنهج بتاع الفصل الدراسي الثاني بتاع تالت اعدادي ان شاء الله هو منهج جميل وسهل، هو بيتكلم عن المشتقات واخد من المشتقات، واول واحد منهم ان شاء الله هنشتغل عليه هو اسم الفاعل. اسم الفاعل هو واحد من المشتقات، واحد من المشتقات. انتوا دارسين بالظبط المشتقات هي بس كيفية الصياغة، مش مقرر على تالت اعدادي العمل يعمل ولا لا يعمل، انتوا مش مطالبين بهذا الشيء، كل المطالبين بيه بس كيفية الصياغة، ازاي ان اقدر استخرج من القطعة اسم فاعل او ان انا اقدر اصيغ من اي فعل اسم فاعل. طيب اول حاجة نتعرف عليها هو يعني ايه اسم فاعل. اولا يعني ايه اسم فاعل؟ اسم الفاعل هو اسم مشتق. عرفنا طبعا يعني ايه مشتق، عرفنا اول حاجة يعني ايه اسم، حاجة سهلة علينا بالنسبة لطلبة التالتة اعدادي فاهمين يعني ايه اسم. كلمة مشتق، مشتق يعني واحد من المشتقات. يعني ايه مشتقات؟ يعني مشتقات يعني زي فرع كده او متفرع. احنا عندنا كده ايه بيقول لك ايه بالبلدي كده مثلا مشتقات لون احمر، مثلا تلاقي لون احمر بس فاتح شويه كده. فكلمه مشتقات مشتق يعني هو ده يعني ماخوذه من المصدر. احنا عندنا الكلمه ليها مصدر، المصدر الكلمه زي مثلا كلمه ضربه، زي مثلا كلمه الضرب، كلمة الضرب هو ده المصدر، بيعبر عن الشيء نفسه دون الحدث، بيعبر عن الشيء نفسه دون ايه؟ دون الزمن. كلمة الضرب يعني ايه الضرب؟ يعني ضرب حدث بس ضرب دون الزمن، ما عبرليش بقى عن ماضي ولا مضارع ولا امر، ما فيش زمن فيه، هو كلمة الضرب ده اسم المصدر، ده الاصل بتاع الكلمة. تمام؟ في عندي بقى كده وبعد كده تفرعات، عندي منها ناخد منها مثلا الفاك ضرب، ادي كده فعل ماضي ممكن يضرب، تمام كده؟ طيب ممكن اخد منها الاسم بقى، الاسم ها اللي هو ضارب، اللي هو مين؟ ها ضارب او مضروب، كل دي اسمها مشتقات. احنا كده في البدايه قدرنا وضحت لكم يعني ايه كلمه مشتق، عشان الكلمه دي هتتكرر معانا. المشتق يعني ماخوذ من الاصل، يعني فرع من الاصل. طيب اسم مشتق من الفعل، من الفعل يعني مش من المصدر، يعني بجيبه من الفعل، بجيبه من الفعل. طيب للدلالة على من وقع منه الفعل، هي دي أهم حاجة عندي، للدلالة على من وقع منه الفعل. وقع منه هي دي اللي هتخلينا نعرف نحل، هي دي اللي هتخلينا ما بين اسم الفاعل واسم المفعول وأي حاجة غيرهم. تمام؟ يبقى أنا أهم حاجة عندي، أهم حاجة عندي هي الجزء ده بس تحفظوه، للدلالة على من وقع منه الفعل. تمام؟ طيب أو قام به، أو قام به. طيب ناخد مثال، مثل أو مثال، عندي المثال الأول هنا أهو، أستخدم المؤشر. طيب أجي عندي مثال، عندي هنا بيقول لي محمد فاهم الدرس، محمد فاهم الدرس. كلمة فاهم ديت لو رجعناها للفعل بتاعها جاية لي من الفعل يفهم، جاية لي من الفعل يفهم، والمصدر اللي هو الفهم، جاية لي من الفعل يفهم. يبقى هنا جت لي كلمة فاهم من الفعل يفهم. طب نعرفها ازاي يا استاذي؟ نعرفها ازاي بموقعها في الجملة. محمد ايه؟ ها؟ مبتدأ. محمد ماله؟ فاهم. يبقى فاهم هنا ردت على سؤال ماله؟ يبقى خبر. يبقى محمد مبتدأ وفاهم خبر. خلاص كده؟ الدرس ان شاء الله باذن الله لما تخشوا اولى ثانوي باذن الله هتاخدوا العمل وهتعرفوا ان كلمة الدرس هنا مفعول به. مفعول به مين؟ لاسم الفاعل، لاسم الفاعل اللي هو فاهم. طيب نرجع لموضوعنا عشان ما نخش في مواضيع ثانيه. يبقى انا كده عرفت اعرفها هي نفسها ازاي، او اعرفها هي نفسها على حسب موقعها في الجمله. طب واللي بعدها؟ خلي اللي بعدها دلوقتي، ما تشغلش بالك بيه، احنا كده كده ان شاء الله
هديك كده في النهايه خالص بعد ما اخلص كده جزء من المشتقات، هديك اقول لك اسم الفاعل اعربه كده، اللي بعد اسم المفعول اعربه كده، اللي بعد الصفه صفه المبالغه اعربه كده، اللي بعد الصفه المشبهه اعربه كذا. تمام، بس دي في معلومات زياده. طيب محمد فاهم الدرس، جايالي من الفعل اللي هو ايه؟ ها يفهم. طيب ازاي اقدر كده، احنا ازاي قدرنا نخرج او نستخرج اسم الفاعل، نستخرج اسم الفاعل اللي هو فاهم. طيب ازاي اقدر اصيغه؟ هي الصياغه دي هتوضح لي اول حاجه ازاي اعمله، ازاي اصيغ اسم فاعل. تمام كده، وفي نفس الوقت هتعلم من كيفيه الصياغه ازاي اقدر استخرجه، ازاي اقدر استخرجه. في البدايه كده عندي متحرك فعلي يصاغ من الفعل الثلاثي. يعني ايه يا مستر الثلاثي؟ ثلاثي يعني ثلاثه احرف. طيب على وزن فاعل، ودي اهم حاجه تحفظوها، على وزن فاعل. واخد بالي من حاجه، اخد بالي من الالف واللام، الفاعل، واخد بالي من الجمع، الفاعلين او الفاعلون، واخد بالي من المؤنث، الفاعلة. كل دي كده، كل دي اطلعها اسم فاعل، عشان يجيلي في الامتحان ويجيلي مثلا ايه كلمة الغافلين ومش مفيش غيرها في القطعة. انا طبعا بدور على كلمة فاعل، كلمة الغافلين ملهاش دعوة بكلمة فاعل. دي جمع، دي كلمة جمع، الغافلين مفردها غافل على وزن فاعل. طيب عندي مثلا الاقي كلمة ايه؟ الاقي كلمة مثلا الطالبة، لو شلت التاء المربوطة هتبقى الطالب على وزن الفاعل، لو شلت الف واللام هتبقى على وزن فاعل. يبقى انا يا مستر كده اخد بالي واركز، انا عندي الوزن فاعل، لو ضفيت له الف واللام تبقى الفاعل، ولو ضفيت له تاء مربوطة في الاخر هتبقى الفاعلة اللي هي للمؤنث، وما انساش الجمع، الفاعلين او الفاعلون، الفاعلين او الفاعلون. اعرفها ازاي؟ اركز على اول نقطة، من وقع منه الفعل، هو اسم مشتق من الفعل يدل على من وقع منه الفعل او قام به. تعالوا ناخد الامثلة، الله غافر الذنب، غافر على وزن فاعل. طيب دلت على من وقع منه الفعل، غافر، من اللي بيغفر؟ الله، يبقى هو اللي بيغفر، يبقى ده فعلا اسم دل على من وقع منه الفعل. طيب الطالب المتفوق محبوب، الطالب اهي على وزن فاعل، اشيلنا الف واللام تبقى على وزن فاعل. تمام، طب دلت على من وقع منه، على من قام بالفعل، نعم الطالب يعني هو الذي يطلب العلم، هو الذي يطلب العلم. طيب قابلت الناجحين، اهي اللي انا كنت بكلمكم عليها، الناجحين، اشيل الالف واللام تبقى ناجحين، اجيب المفرد بتاعها تبقى ناجح على وزن فاعل. تمام كده، ودلت على ان هم اللي ناجحين بانفسهم، يعني هم اللي طلب، هم اللي صنعوا النجاح بالمذاكره والاجتهاد. الافعال بتاعتها ايه؟ اول واحده غافر، ها غفر، طالب، طلباء، ناجح، ناجحين، نجح، عشان لو قال لي هات الاصل، وكلها من الثلاثي ثلاثه احرف يعني، وجبناها على وزن. طيب هنا بيقول لي والمقارنه بين الفعل واسم الفاعل، نجد ان اسم الفاعل جاء بزياده الف بعد الحرف الاول او على وزن فاعل، يعني بالطريقه يعني هي كلمه على، حطينا الف بقت فاعل. طيب اذا كان عندي بقى الفعل الثلاثي، احنا خدنا يا استاذي في الفعل يا اما صحيح يا اما معتمد. طيب كده احنا عرفنا خلاص من الصحيح، صحيح يعني ما فيهوش حرف من حروف العله. طب لو معتل، انا عندي لو معتل هيبقى عندي يا اما اكبر يا اما ناقص. طب المثال، المثال ما فيهوش تغيير، المثال ما فيهوش تغيير، لكن عندي مثلا زي زي كلمه وثق، مثال اهو، فعل المثال، المثال زي كلمه وثق، زي كلمه وثق، زي عندي كلمه وثق، اهي وثق فعل ثلاثي، فعل ثلاثي مثال، يعني ايه مثال؟ مثال يعني اوله حرف عله، اوله حرف عله. طيب حد يقدر يسال ان الفعل دوت اسم فاعل؟ ها سريعا، كل اللي هعمله هزود الف بعد الحرف الاول هتبقى، ها حد يجاوب بسرعه؟ ممتاز، وافق على وزن فاعل، خلاص كده؟ طيب
كل اللي عملته زودت الف بس، بقى يوم ممتاز يا عمر. طيب، طب اذا كان، طب احنا كده يا استاذي قلنا الفعل المثالي. طب الاجوف، الاجوف كل اللي هعمله هقلب حرف العله همزه، هقلب حرف العله همزه، يعني بدل ما تبقى قال هتبقى قائل، هتبقى قائل، تمام كده؟ طيب، طب خد بالك يا استاذي، انت قلت لي اقلب حرف العله همزه، طب ما انا عندي كلمه قال وكلمه قائل، دي فيها الف المد اللي هو حرف العله، ودي فيها الف المد بتاع حرف العله. اقول لك اصبر على نفسك شويه، تعالى قائل كده ووزع بيها، وزع كلمه فاعل تحتيها، وزع كلمه فاعل تحت منها، هتلاقي الفاء تقابل الايه القاف، والف فاعل، الف فاعل يعني ايه الف فاعل مثلا؟ الف فاعل يعني الالف اللي بنزوده على الوزن، الالف اللي بنزوده على الوزن اللي هو بدل فعل بقت فاعل، الالف اللي زودناه ده اسمه الف فاعل، خلاص؟ الف فاعل هي موجوده اللي هو تاني اول الف ده اللي هو ده. الهمزه دي الاصليه بقى بتاعت الكلمه، الالف الاصلي بتاع الكلمه. وصلت ولا عيدها تاني يا جماعه؟ طيب تمام، يعني انا عندي كده يا استاذي الالف المد الاولى ديت الف فاعل، الهمزه دي هي الالف بتاعت الفعل اصلا اللي هو قال او باع. انا عندي كلمه قال قائل وباع بائع، تمام؟ طيب اذا كان بقى الفعل المعتل ده يا استاذي ناقص، يعني حرف العله في النهايه، حرف العله في النهايه، هقلب حرف العله ده ياء، هقلب حرف العله ده ياء، خلاص كده باع تبقى باعي، سعى ساعي، قضى قاضي. وهنا بيقول لي ونثبت، نثبت الياء، يعني ايه نثبتها؟ يعني نكتبها، نكتبها في حالة النصب زي رأيت ساعيا، ادي الياء موجودة اهي، وبرضه نثبتها مع المعرف بأل، الداعي موجودة اهي إلى الخير، ونحذفها في حالة الرفع زي هذا قاضي، ما قلتش بقى قاضي، لا قلت قادم، عشان هذا هنا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وقادم خبر، وقادم خبر مرفوع، قادم خبر مرفوع، فهنا كلمة قادم جاتني هنا يا أستاذي، ها جاتني بدون ياء، وحذفنا الياء وحطينا التنوين، والتنوين ده اسمه تنوين العوض، تنوين العوض عن الياء المحذوفة. طيب، والحالة الثانية حالة الجر، ها باء مررت بداع، احفظها ازاي؟ احفظها ازاي؟ النصب اثبتها، في الرفع والجر احذفها، مع الالف واللام اثبتها. طيب يصير الوزن، اه لو قال لي وزنها اشيل الايه؟ اللام اللي هي اللي انا حذفتها دي، اللي هي تقابل على الوزن اللام، بتبقى عندي الوزن بتاعها فاعل. طيب ده يا استاذي من الفعل الثلاثي، احنا خدنا الفعل الثلاثي الصحيح والمعتل، خلاص مفيش تاني ثلاثي، هو يا اما صحيح يا اما معتل. في الصحيح هجيبها على وزن فاعل، في المعتل الوسط هقلب الالف همزه، وفي الناقص، في الناقص هقلب الالف ياء، خلاص كده. طيب مع بعض الفعل اذا كان غير ثلاثي، الفعل الغير ثلاثي، قبل ما نبدا في الفعل الغير ثلاثي عندي حاله اسمها الفعل المضروبه همزه، زي اكل، زي ايه؟ اكل او اخذ او امر، هي 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 هي، لو انا كنت كتبتها اخذها لها مكتوبه ايه؟ ها اكل، ادي الحرف الاول الهمزه، بعد كده احط بعديه الف مد، ينفع ابدا الكلمه بقاها بهمزه وبعدها الف مد؟ قال لك لا، ما ينفعش، تدمجهم في بعض، ادغمهم في بعض وحط الالي الهمزه الممدوده دي، تبقى بدل ما كلمه اكل اكل، اخذ اخذ، امر امر. طب هي هي لسه ثلاث حروف؟ اه هي هي فعلا لسه بقى. لسه ثلاث حروف ما اتغيرتش. طب ازاي؟ احنا فاعل اربع حروف، الالف الزياده اللي هي الف فاعل مدغمه مع الهمزه، مدغمه مع الهمزه، تمام يا شباب؟ اوكي، عندي اخر نقطه في الدرس، او هي النقطه الثانيه في الدرس، النص الثاني من الدرس، هي صياغه الفعل، اسم الفاعل من الفعل الغير الثلاثي. يعني ايه غير الثلاثي؟ يعني بقى الرباعي والخماسي والثلاثي، على زي ما يجي لك. لو الفعل اكثر من اربع حروف، اكثر من ثلاث حروف، لو الفعل اكثر من ثلاث حروف، خلاص كده. طيب واخد بالي قوي 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 من الفعل اكثر من ثلاث حروف من الفعل المضاعف. يعني ايه الفعل المضاعف؟ يعني ممكن يكون عندي فعل
اشوفه 3 حروف، لكن هو اصلا 4. زي الكلمه اللي انا جايبها لكم هنا دي اهي، جهز جهز، ميم وهاء وهاء تاني وذا وزاي، 4 حروف، 4 حروف. هنا عندي هنا الهاء دي مضاعفه. طب ازاي يا استاذ اصيبه؟ اصيبه من الفعل المضارع، اجيب الفعل المضارع بعد كده ابدل حرف المضارعه ميم مضمومه، ابدل حرف المضارعه ميم مضمومه، واكسر ما قبل الاخر وكسر ما قبل الاخر. يعني مضارع بعد كده ابدل حرف المضارع ميم مضموم واكسر ما قبل الاخر. على هي جهز، ها اجيب الفعل المضارع يجهزه، اشيل حرف المضارعه واحط ميم مضمومه، تبقى مجهز مجهز، وضم واكسر ما قبل الاخر مجهز. نفس الكلام، انطلق ينطلق منطلق، اندفع يندفع مندفع. يبقى هعمل ايه يا استاذي؟ هجيب حرف اجيب الفعل المضارع، بعد كده قلب حرف المضارع بيه مضمومه واكسر ما قبل الاخر. ده كده من الثالث غير الثلاثي. كده يا شباب الحمد لله نكون قدرنا ان احنا نجمع، قدرنا ان احنا نفهم يعني ايه اسم فاعل وكيفيه صياغه اسم فاعل من انواع الفعل، اذا كان الفعل ثلاثي او اذا كان الفعل اكثر من ذلك. والثلاثي بانواعه الصحيح والمعتل، الصحيح والمعتل. طيب ناخد هنا تدريب يا شباب. قال معاويه بن ابي سفيان بصعصعة ابن صحان صف لي عمر بن الخطاب، فقال كان عالما عالما عالما، اله طيب برعيته عادلا في قضيته قبولا بالعذر، قبولا دي هتجينا ان شاء الله بس بعدين يعني مش دلوقتي، سهل الحجاب مصون الباب متحريا للصواب رفيقا بالضعيف غير محاب، غير محاب للقريب ولا جاف للغريب. أول شيء نعرف ما تحته خط. قال معاوية، ها معاوية، قال معاوية، معاوية فاعل مرفوع على رفع الضمة. طيب كان عالما، كان من اللي كان عمر، يبقى عمر اسم كان، وعالما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب سهل الحجاب، سهل الحجاب، هنا عندي الأولى نكرة والثانية معرفة، يبقى المعرفة دي ها مضاف ليه مجرور وعلامة جره الكسر. عرضنا بيقول لي استخرج كل اسم فاعل، يعني استخرج أسماء الفاعل كلها. خلاص كده وصل فعل وكيفية صياغته، واذكر فعله وإزاي جبناه. هناخد أول واحدة يا شباب، ها عالما، أول فعل عندي عالما، فعله عالما، كيفية صياغته على وزن فاعل. طيب الثاني عادلا، فعله عدلا، كيفية صياغته على وزن فاعل. طيب قبولا إن شاء الله بعدين هنتعرف، مصون برضو في الأمام بإذن الله إن شاء الله هجيلنا كل الكلام ده، أنت هتعرف كل دي مشتقات، كل دي مشتقات. متحريا، طيب كلمة متحرين هنا يا شباب، شباب ايه؟ مفيش شباب، كلمة متحرين هنا يا عمر، يبقى الكلام موجه على طول لعمر. طيب كلمة متحرين، طب يا أستاذي هنا مضمومة في الأول، مضمومة في الأول ومكسور ما قبل الآخر اللي هو الراء، ها هو اللي كمان ودلت على منقبة بالفعل اللي هو نفسه هو متحري اللي هو عمر الخطاب، يبقى المتحرين دي اسم هي دي. طيب الفعل بتاعها، الفعل بتاعها تحرى، الفعل بتاعها عد على ايديك تا ح ر 4 حروف. طيب كيفية الصياغة؟ هقول له كده على وزن المضارع مع قلب الحرف المضارع عميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، رفيقا بضعيف غير محاب، غير محاب، محاب هنا محاب أولها ميم مضمومة مش على وزن فاعل، مش على وزن فاعل، غير ولا جاف أو جاف على وزن فاعل، هي أصلها جافي، أصلها جافي، خلاص برضو على الفعل بتاعها
جفا وكيفية الصياغة على على وزن فعل. برضو هنا كيف تكشف المعجب عن كلمة الحجاب؟ أجيب الماضي بتاعها حجاب، أدي الماضي ثلاثة حروف حجاب، باب الحاء مع الجيم والباء. تخرج اسم الفاعل واذكر فعله من الجمل الآتية. عندي الجمل اللي موجودة عندي هنا، قال تعالى الصابرين، أهي الصابرين مفردها صابر على وزن فاعل، الصادقين على مفردها صادق على وزن فاعل، القانتين قانت، المنفقين. ها طب المنفقين هقول منفق منفق، ها مضموم ومكسور ما قبل الاخر. طب الماضي بتاعها انفق خماسي، يبقى دي كمان مستغفرين الماضي بتاعها استغفر. فكل ديت اسم فاعل. إنا نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مقرر حافظ على وزن فاعل. التائبون ها نفس الكلام، تائب، عابدون عابد، حامدون حامد، سائحون سائح، رافعون رافع، ساجدون ساجد، آمرون آمر، ناهون ناهم، حافظون حافظ. كل دي أجيب المفرد أقدر إن أوصل للإيه للفاعل. طيب قال تعالى هي الأخلاق تم، هي الاخلاق تثبت كالنبات اذا سقيت بماء المكرمات. هي الاخلاق تثبت كالنبات اذا سقيت بماء المكرمات. تقوم اذا تعاد المربي على ساق، على ساق الفضيلة مثمرا. يا عندي كلمة ساق، ساق يا استاذي، ساق ساق اصلها، واحد يقول لي ساق اصلها اصلها ساقي ساقي، وحذفت الياء عشان خاطر ده حرف جر، اقول له لا خالص، بص المعنى، بص على المعنى. تقوم اذا تعهدها المربي على ساق الفضيله مضافه، مضافه الاضافه هنا مش سببها حرف الحرف الجر، لا الاضافه هنا سببها حذف حرف الياء هنا مش سبب حرف الجر، الحذف هنا سبب الاضافه. فهي اصلها ساق الفضيله، يعني ايه ساق الفضيله؟ يعني رجل الفضيله، وده هنا زي تشبيه شبه ان الفضيله بالانسان اللي الرجل يعني واقف عليها، دي مش ساق خالص، دي ساق معناها رجل، يعني رجل 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 اللي بيقف عليها الانسان. طيب امال فين طب اسم الفاعل؟ اسم الفاعل اهو يا قابل، قابل اسم فاعل اهو. استخرج كل اسم فاعل مما ياتي. مصر عامله، عامله شيل التاء هتبقى عامل على وزن فاعل. طيب ما بال الاستبداد معاديا، معاديا ها شيل التنوين تبقى معادي، ايوه ممتاز. طب الفعل بتاعها ايه؟ الفعل بتاعها ايه؟ ها الفعل الثلاثي بتاعها، لا ضيف عليها بقى الالف، ضيف عليها الالف المكسوره عادة، وده ثلاثي مبيد بحرف. طيب انت محسنة، انت محسنة، محسنة ها محسن، محسن شيل التاء تبقى محسن، ايوه الماضي بتاعها احسن، احسن يعني ممتاز وباعد. طيب ضع مكان الفعل فيما ياتي اسم فاعل. يلا ممتاز، هدية دربك ازاي تصيغ اسم الفاعل من الفعل الغير جهه، دربك ازاي تصيغ اسم الفاعل. طيب العالم، العلم يتقدم بسرعة، يتقدم يتقدم أشيل الياء تبقى تقدم، رباعي أهو، رباعي أهو أو ثلاثي مدين بحرف اللي هو التاء، وأربع حروف أهو. أجيب بقى أجيب منه، أيوة العلم متقدم ممتاز. الله يستجيب، استجاب يبقى الله مستجيب. الدولة تكرم، الدولة تكرم، أقول الدولة الدولة ها مكرمة، مكرمة العلماء، مكرمة العلماء. طيب المصلح، المصلح ينتصر، المصلح منتصر، يدير المدرسة، المدرسة. رجل مخ، رجل يشرف عليها بإخلاص، يشرف ها يشرف أقول مشرف، ها يدير أو مدير. طيب آخر حاجة عندي هنا إن المجتمع الإسلامي، آخر حاجة المفروض القطعة الأخيرة ديت يا شباب المفروض تبقى واجب، مفيش شباب طبعا، مفيش إلا عمر واحد بس،
فاحنا هنحلها مع بعضنا انا وانت اهو، لكن لو في مجموعه وفي مشاركه وكده كنا هنقدر ان احنا نعملها واجب، او ان احنا حتى نعمل لها زي صوره نقاش يعني. طيب ان المجتمع الاسلامي، يلا يا عمر بس خليك سريع يا عمر، المجتمع الاسلامي معرفه ومعرفه ايه؟ انا بقول اعراب، اعراب الاول، اعراب السؤال الاول، اعرف الاول. ها المجتمع الاسلامي معرفه ومعرفه، ممتاز. نعت مرفوع، نعت مرفوع ولا منصوب؟ ها نعت منصوب، علامه نصبه الايه؟ الفتحه المقدره على الاخر منع من ظهورها ليه؟ يعتبره الاسلام المتحضر الداعي الى السلام، يعتبره مقوما، يعتبره مقوما. ها مقوما كده عباره بايه يا شباب؟ ها مقوما، مقوما هنا مفعول به ثاني، مفعول به ثاني منصوب علامه نصبه الفتحه. طب ازاي مفعول به ثاني؟ ها عشان كلمه يعتبر هنا جت بمعنى يظن، يعني يظنه او يحسبه يعني، خلاص؟ فهنا جايه بمعنى فعل من الافعال اللي بتنصب مفعولين فنصبت الهاء وكلمه مقوم. طيب من مقومات الحياه، وجعل، جعل فضل، وجعل فضل العالم، فضل العالم. نكره ومعرفه؟ لا مين من فين البلد؟ مين هذا؟ ايه يا عمر؟ وجعل فضل العالم، فضل العالم نكره ومعرفه مضاف اليه على طول. نكره ومعرفه مضاف اليه. إبراهيم مضاف إليه مجرور علامة جر وكسر، على العابد كفضل الشمس على القمر. فالمجتمع، المجتمع هنا دي مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، كلام جديد بيبدأ حرف الفاء ماليش دعوة بيه، ألاقي كلمة المجتمع، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ممكن يكون فصل هنا يعني، أو في نقطة بس نقطة مش باينة أوي يعني، فدي بداية كلام جديد. في نظر الإسلام هو أول ما أشوف أي ضمير منفصل في أي حتة في الجملة بعربه ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. ضمير مبني في محل رفع مبتدا، اي حته في الجمله او بصفه ضمير منفصل اعرفه مبتدا وانا مغمض عيني. طيب هو المجتمع السائد فيه العلم النافع، ادي المعرفه ومعرفه نعته برضه. طبعا دي كلمات زياده بس عشان التدريب. طبعا لو في مجموعه ودي اتخذت واجب كانت الناس هتغلط ونعرفهم على طريق غلطهم ايه ازاي نعرف يعني. طيب اعربنا خلاص يا استاذي، تمام. استخرج اسم فاعل، فاعل الثلاثي وغير الثلاثي. يعني عايز واحد، عايز واحد من غير الثلاثي وواحد من الثلاثي. طيب انا عندي واحد اهو كلمه الداعي، الداعي الفاعل يعني، ها شيل الالف ولام بقت داعي على وزن فاعل. طيب عايز واحد من غير الثلاثي، من غير الثلاثي انا هدور على ميم مضمومه، ها ميم مضمومه كلمه اولها ميم مضمومه ومكسور ما قبل الاخر، ادور بقى كلمه اولها ميم مضمومه مضمومه مضمومه، مجتمع مج تا ما كله مرفوع في الاخر يبقى مش دي. الاسلامي ما فيهاش. متحضر مو تا ح ضي اولها ميم مضمومه والضاء والضاد قبل الاخر مكسوره، اجيب الماضي بتاعها الاقيها مكتوب تحدر رباعي، يبقى هي دي، يبقى هي دي اسم الفاعل. شوف انا طلعتها ازاي؟ قال الاستاذ علمني من غير الثلاثي ميم مضمومه ومكسور ما قبل الاخر، امسك الكلمات اللي كلها ميم مضمومه وامشي حركه حركه، الكلمه اللي اخرها ها مكسور ده هي دي، واتاكد نفسي اجيب الماضي واكد نفسي تاني اشوف معناها. المتحضر حد هو اللي بيخليه متحضر ولا هو بيتحضر بنفسه برجاله؟ هو اللي بيتحضر بنفسه برجاله، يبقى دلت على من وقع منه بتاعه، يبقى هي دي فعلا اسم الفاعل، هي دي فعلا اسم الفاعل. طب في غيرها؟ ما فيش، عندي كلمه برضه هم كرهوها لي تاني هنا، متحضر. المجتمع فيما بعد ان شاء الله هعلمك كده على طول، اول ما تشوفها تقول عليها اسم مكان. طيب وكده يا شباب نكون اتممنا الحمد لله الدرس بتاع النهارده وهو اسم فاعل وحلينا عليه التجربات بتاعتنا. ان شاء الله باذن الله يا عمر تكون قدرت باذن الله. المفروض ان احنا كنا ندي درس ثاني اللي هو سفينه نوح، لكن الكتاب مش عايز يحمل. ان شاء الله باذن الله نشوف المشكله دي والمحاضره الجايه ان شاء الله مش حاضر. يلا اي سؤال يا، اي سؤال يا عمر قبل ما اقفل؟ لا انت المفروض انا اللي اسقف لك مش انت اللي تسقف لي. اسقف لك عشان حاجات كتير. اسقف لك عشان حاجات كتير، اسقف لك عشان انت اللي حاضر معايا النهارده ان شاء الله. انت اللي حاضر معايا، اسقف لك عشان انت سقفت لي، خبر الظهر. ماشي يا عمر. مش عارف بقيه الناس راحت فين بس يلا. مفيش اي اسئله؟ طب يا عمر نقفل. توديعك الله الذي لا تضيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.